structural deficiencies of non-finite. عيوب النونفاينايت. هسه ناخذ عيوب النونفاينايت. اولا هي ما تظهر لنا البيرسون، يعني مو يا الفاعل، اذا الفاعل جمع هي ما تكون لا جمع ولا مفرد. ما تظهر النمبر، ما تظهر المودل اوكسيلاري، يعني ما تاخذ الافعال المساعده قدامها يعني تجي وحدها. العيب الثالث اذا كان the absence of subject، إذا عندنا غياب الفاعل، مثلا هاي الجملة اللي هي سبوردينيت البادية بوين، إذا مثلا حذفنا اليو، حذفنا اليو حطلك علامة استفهام، إذا انحذف ما رح تعرفين شنو الفاعل مات، لأن هاي السبوردينيت مش شرط تكون يعني متصلة ويا فاعل الجملة. احتمال الفاعل ما السبوردينيت هو أنت اليو، فهاي الخلل الأول doubt which nearly nominal، يسوي عندك شك هو من هو اللي غادر الغرفة، هل هم وي هم غادروها أم يو أنت الغادر الغرفة. نجي نقرأ الجملة. we meet you، نحن قابلناك. when leaving the، when مثلا حذفنا الفاعل، when leaving the room عندما غادر الغرفة، ما نعرف هل هم غادروا الغرفة وبعدين التقوا بي أم هو غادر الغرفة والتقوا بي. ها إذا حذفنا اليو الفاعل، لكن إذا مثلا ما نعرف هل هو يو أم وي، هم اللي غادر، هو اللي غادر الغرفة أم هم الوي. وهذا إذا حطينا له أوكسيلاري، فهنا غياب الفاعل راح يسبب لنا مشكلة، ما راح نعرف نفهم المعنى مال الجملة، راح يصير بها عيب. يعني هو دا يقول احنا التقينا بيك من غادرنا الغرفة او من انت غادر الغرفة، يعني هسا احنا ما نعرف هو ياه الفاعل الوي ام اليو، لان يعني شنو هذا، ها اذا كان الابسنت اوف سبجكت، اذا كان السبجكت غائب، هو هذا العيب الخلقي مال النون فاينات، لان ما تظهر لنا الزمن والبيرسون. عندنا وين نو ريفريشنال لينك، ما عندنا خط يربطنا، عمود نكتشف من خلال فقط السياق من الكونتكست، يعني من خلال السياق نعرف من اللي غادر الغرفة. إذا عندنا سبجكت، الاندفينيت سبجكت، إذا عندي سبجكت أقدر أعرفه من الكونتكست، مثلا إذا كان الفاعل مثلا somebody something هو جماد، inferred مثلا I، أنا the speaker المتحدث، مثلا عندنا to be، هاي مو non finite، to be ترمز إلى person شخص، مثلا أقول to be administrator إذا كنت شخص مسؤول is to have، هاي همات عندي non finite، is to have the worst job in the world، أنت حصلت على أسوأ وظيفة بالعالم إذا كنت أنت أدمينستر. هنا أنا راح نفهم أنه المتحدث مو هو نفس الأدمينستر، لكن دا يوصف أنه الأدمينستر، فهاي التوبي راجعة للأدمينستر، فهاي التوبي ترمز إلى بيرسون. بهاي الحالة فقط إذا حطيت لها السبجكت غير معرف يسموه الاندفينيت سبجكت، راح أعالج المشكلة من خلال الكونتكست السياق، راح أعرف من النون فاينايت إنه ترمز إلى شنو، لأن هي ما تظهر العيب مالها، ما يظهر لا الزمن ولا النمبر ولا البيرسون. عندنا هنا the prospects، التوقعات are not very good، ليست جيدا، to be honest لتكون نزيه. هذا يتكلم عن شنو؟ ما دا يتكلم عن شخص مثل الادمنستر، دا يتكلم عن نفسه. فهنا التوبي ترمز إلى الآيام، إلى الآيام. احتمال تجيبها بتكوين الجمال، تقول لك أريد النون فاينايت مثلا يكون السبجكت مالها ترمز إلى الآيام، أو النون فاينايت ترمز إلى البيرسون، بهيك حالة تقدرين تفهمين. فهو ده يقول the prospect، التوقعات are not very good، ليست جيدا، to be honest لأكون نزيه. فهاي لأكون يتحدث عن نفسه، لأكون ده يتحدث عن نفسه، لكن هنا لتكون ده يتحدث عن شخص غائب اللي هو الادمنستر.
فهنا to be ترمز إلى الـ I am، وهنا to be ترمز إلى الـ person. هي هاي عيوب الـ non-finite. عندنا الـ verbal clause. مثلا عندي dozen of number. الـ verbal clause هو ما عندنا فعل بالجملة. مثلا تجيبين السبوردينيت، الجملة السبوردينيت شلون تعرفيها؟ مثلا أقول dozen of people، مجموعة من الناس أو درزن من الناس، بس ما عرفت شنو دول الدرزن من الناس، هل هم كبار أو أطفال أو مراهقين؟ ما أعرف، يعني شيء مبهم. لكن شلون أعرف المعنى مالته؟ من خلال الجملة الثانية. مثلا where stirred، stirred كانوا يعني بازدحام، يعني كانوا داخل ازدحام وضايعين. يقول many of them children، العديد منهم أطفال. من خلال children أنا راح أعرف الفاعل المبهم اللي هم dozen of people، هم كانوا أطفال. هاي شنو ما معنى؟ يقول with the verbless clause، هاي الverbless clause حطيها بين دائرة. هاي تقول إيش حددي للverbal clause اللي هي هاي، حطيها بين brackets اللي هي الverbal clause. يعني شنو verbal؟ يعني هنا ما عندي فاعل. المني هي أداة، of them هو حرف جر وضمير، والchildren هو اسم. هنا انتهت الجملة وأنا ما عندي فعل. هاي العبارة شي يسموها؟ يسموها verbal clause، يعني لا تحتوي على فعل. نقدر نستمد من عندها معنى الفاعل. إذا كانت الجملة الرئيسية اللي هي هاي dozen of people were trained، ما أعرف من هم dozen of people، الدرزن دول مال الناس شنو هم؟ هل هم أطفال، مراهقين، عجزة؟ فمن الverbless أقدر أخذ المعنى. الجملة الثانية يقول whether right or wrong، سواء كان صائبا أو مخطئ. He always come off worst، هو على الأغلب أو دائما يكون الأرجومنت يخاطب بشكل سيء، يعني يتكون أثناء ما يحكي، سواء هو كان على صواب أو على خطأ، هو من يجادل يدخل بأرجومنت يعني جدال يكون سيء. فهو أنا هاي الverbless، هاي الverbless أحطها بين براكتس، هاي الكلاوز مال الverbless اللي هي هاي. ليش verbless؟ لأن هنا ما عندي فعل. الright والwrong هي صفات، جيد وسيء. وعندي weather، شلون تعرفيها؟ هاي subordinate من الweather، كل شي بي wh هي هاي subordinate. شنو الفورم مالها؟ الشكل مالها هي verbless clause، شكلها هي verbless clause الفورم، لأن ما تحتوي على فعل. زين من هي؟ ما بها معنى، هي وحدها غير مفهومة. هو شنو الجيد أو السيء؟ هو الهي الشخص. فالجملة الثانية راجعة للفاعل ما الجملة الثانية. ليش يسموها subordinate؟ داعمة للجملة الأصلية اللي هي هاي، فتعتمد على فاعل الجملة، فأرجعها للفاعل ما الجملة الأصلية عم أعرف أنه هو هذا الشخص، هو الجيد والسيء. أنا فهمت معنى الجملة من خلال فاعل المين كلاوز. عندنا الفيرب كلاوز بيتريتد ريديكيوشن اوف نون فاينايت، هي تقلل من قيمة النون فاينايت. شلون تقلل من قيمة النون فاينايت الفيرب كلاوز؟ نجي هنا مثلا تو نيرفس، too nervous to reply، هاي non-finite شلون نقصت من قيمته؟ لأن هو جدا عصبي ما قدر يجاوب، فهو هنا ما قدر يجاوب لأن كان جدا عصبي. فهاي too nervous جدا عصبي قللت من قيمة الرد، يعني ما خلته يجاوب. فهي هاي been practice اللي هي هاي verbal ال verbless clause. ليش؟ يعني هنا ما عندي فعل، لأن هاي too nervous جدا عصبي هاي صفة، وهذا adverb، وهنا to reply هي non finite، اشتركوا كونوا جملة اسمها verbless clause عبارة.
لكن هنا هاي قللت من قيمة النون فاينايت، لأن هو ما جاوب هنا تو ريبلاي. هاي الجملة الرئيسية اللي هي الفاعل ستارتد الفعل، والات ذا فلور هو النظر إلى الأرض، حدق ستارتد يعني حدقت at the floor وما قدر يجاوب. عندنا هنا the verbal clause contain non-finite. هنا هي ال verbal clause تحتوي على non-finite اللي هي to reply. عندنا هسه ال subject often غالبا ما يكون introduced by with. هنا الفاعل اللي هي the tree سبقته الود، هي حرف الجر ود، فهي هاي الverbal clause with the tree now tall مع الأشجار أصبحت طويلة الآن. we get more shade راح نحصل على المزيد من الظل. فهي من تقول لك حددي لي الverbless clause اللي هي هاي، هي عبارة عن adverb with the tree now، لأن عندنا now الآن هي أصبحت طويلة، فده يوصف لنا حال الأشجار من تطول. فهي بهيش طريقة تجي، من أخاف تكون جمل تقول لك أريد with ويا الverbal clause وتطيني جملة ويلها with the tree now or tall we get more shade، نحصل على المزيد من الظل عندما تطول الأشجار. عندنا هنا الverbal clause عندها أربع حالات عندما تجي ويا الintensive verb. شنو هي الintensive verb؟ تتذكريها؟ عندما الفعل يتعدى إلى subject complement أو adverb of place. بهاي الحالات يسمون الverb مال الجملة intensive مكثف. ليش مكثف؟ لأن الadverb complement ده يكثفه أو الadverb يكثفه. أربع حالات عندنا اللي هي النموذج مالها SVC اللي هو subject وفعل وcomplement، اللي هي هاي subject وفعل وcomplement. والحالة الثانية هي SVA عندما يجيش subject وفعل وadverb of place. والآخر اللي هو type الآخر اللي هو تجيش وين بعدين subject وفعل وcomplement اللي هي هاي الجملة. when ripe عندما تنضج this apple will be delicious، هذه التفاحة سوف تكون لذيذة. هنا عندنا ال verbal clause ما بيها معنى إذا جت وحدها، وشنو اللي ينضج غير الرجها على فاعل الجملة عم نعرفها شنو راح تنضج. نرجع على الجملة الرئيسية اللي هي هاي فاعلها these apples، عرفنا شنو اللي ينضج اللي هي الابلز. زين will be سوف تكون هذا الفيرب الأصلي delicious لذيذة. زين تعي أسألك، هنا دائما السبجكت والفيرب حطيهن ببراكتس، سبجكت والفيرب مال كل الجمل، ليش بس هاي عازلين الفيرب عن السبجكت؟ السبب انه فعل الجملة referent to the ripe عندما تنضج. ليش؟ لان هي بالمستقبل، دي يكون الفعل يتكلم عن المستقبل، will be سوف تكون لذيذة، لان هسه الابلز بعدها ما ناضجة، هي هسه مو لذيذة، فهذا الفعل مالها راجع عليه من على الverbless clause، لان هي من تنضج راح تكون will be delicious، فهذا الفعل راجع على الverbal clause اللي هي ما بها فعل بس هي referent للفعل الرئيسي مال الجملة، سوية إشارة لفعل الجملة، لأن الجملة الرئيسية هي مناضجة الآن الأبلز التفاحات وهي مو لذيذة بعدها خضرة، فهذا الفعل مالها ما راجع لها. These apples will be سوف تكون delicious لذيذة، فعندما تنضج when ripe. هذا شنو النموذج مالها؟ أخاف تجيبه كباترينات، هي وين زائدا SV زائدا intensive subjects.